السلام عليكم، اهلا بيكم يا شباب. بصوا اكتشفت ايه؟ ده اسمه بومب تراك. بومب تراك انا عمري ما جربت صراحة اي بومب تراك في حياتي، فغالبا هاجي هنا وهنشوف هقدر اعمل هقدر اعمل اللفة الكاملة دي ولا لأ. كل دي يعني 180 درجة، وبعدين في الآخر هنا شوية بومبس، هنا بومب بومب، وبعدين هنا في الآخر 180 درجة. فما عنديش أي فكرة أعرف أسد فيها دي ولا لأ، بس أنا هنا في الجونة، وبالصدفة جيت عشان أشوف يعني السكيت بارك. هنا كان في زمان رامبس في المنطقة دي، هنا كان في هاف بايب وهناك كان في رامب بالخشب، بس كله خشب مكسر وحالته حالة، فما جربتوش حتى، ما جاليش الحب ان انا اجرب الحاجات الخشب دي. بس دلوقتي زي ما انتوا شايفين شالوها وهنا بدلوها بدي، فدي استاذة يعني، دي عجباني قوي الصراحة. انا اول ما جيت انبهرت يعني كنتش متوقع خالص يعني، كنت فاكر هشوف الحاجات الخشب بس هنا. فهنا في حاجة كده مصنفرة شوية، ففي جريب جامد في دي زي ما انتوا سامعين كده. هنا متوصلة كده صواميل، هنا ده خشب، انما هنا ده بلاستيك. اهو من جوه نفس اللي هو بيعملوا بيه المراكب، مش عارف بيسموه ايه، يمكن فايبر جلاس يمكن. هرجع لها تاني بقى، هجيب السكيت بورد وغير لبسي التقيل ده وهنشوف. يلا
بالظبط.